بعد تأهب لمعركة خيرسون جنوبي أوكرانيا، ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش الأوكراني تراجع في المقاطعة بعد بدء هجومه هناك. وكانت المؤشرات توحي بأن معركة خيرسون المرتقبة منذ أسابيع تقترب، إذ كشف نائب رئيس المقاطعة الموالي لروسيا أن القوات الأوكرانية تتأهب لهجوم وشيك لاختراق خطوط الدفاع في المدينة، متحدثا عن خاتمة سريعة للأحداث في الأيام القليلة المقبلة. ويتزايد الحديث عن استعداد لحرب شوارع في خيرسون بعدما جرى العمل على إجلاء المدنيين منها. متى ستقع معركة خيرسون ومن سيفوز بها؟ وهل تكون كما يصفها البعض أم المعارك؟ نرحب بضيفنا من موسكو الكاتب والباحث السياسي المعروف يفغيني سيدروف. سيد سيدروف، منذ الأسابيع الأولى لبدء العملية الروسية كان لافت السيطرة على خيرسون. قبل أيام أكد الرئيس بوتين أهمية إجلاء المدنيين. هنالك حجر عثر أمام ضم المناطق الأربعة حيث جرى الاستفتاء إلى الأراضي الروسية. أين يمكن أن يكون الحسم؟ هل فعلا كما قال الوالي بأن ستكون خلال أيام قليلة؟ وما هو الثمن؟ نعم، تحياتي لك ولسادة المشاهدين. إجابة على الشق الأخير من سؤالك، السبب في ربما كون هذه المعارك أو معركة خيرسون سوف تدخل مرحلة الحسم في الأيام القليلة القادمة هو أولا اقتراب موعد قمة مجموعة الـ20، حيث أن أوكرانيا ربما تستطيع أو بإمكانها أن تستغل هذه الفرصة لكي تستعرض للشركاء الغربيين بأنها ربما في حالة هجوم، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى ضرورة ما يعني تزويدها بمزيد من الأسلحة. ولكن في الغرب هناك نوع من الانقسام حول ضرورة الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة، لا سيما ربما الصواريخ البعيد المدى ووسائل الدفاع الجوي ورجمات الصواريخ، حيث أنها يمكن أن تستهدف أراضي روسيا وحتى عمق أراضي روسيا، وهذا بالطبع عامل ليس لصالح أوكرانيا الآن. ولكن على أي حال نحن لدينا معلومات صحيحة جدا حول الوضع الحقيقي في خيرسون، لأن الطرفين ربما يحاولان وفقا لقوانين الحرب تضليل بعضهم البعض بخصوص نواياها الحقيقية. لا شك أن أوكرانيا الآن خائفة وربما تخشى من الوقوع في فخ نصبته القوات الروسية في هذه المدينة، ودليل على ذلك التصريحات المتكررة من المسؤولين الروس في هذه المنطقة. سيد يفغيني، أنت تربط بالقصف الأوكراني العنيف، الإخلاء الذي تم على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو، إخلاء المدنيين وحصل إخلاء لعشرات الآلاف، التحشيد غير المسبوق الذي تدفع به القوات الروسية، المشاة وأعداد المشاة والقناصة، يعني بأنها ستكون حرب شوارع قد تكون طويلة الأمد. أي ثمن ستدفعه موسكو اليوم وهذه معركة حياة أو موت؟ والمحللين العسكريين في روسيا يقولون بأنها ستكون الأعنف منذ بدء الحرب في 24 من فبراير الماضي. أنا أعتقد بأن هناك ربما حيل تكتيكية من قبل القوات الروسية التي ربما سوف تلجأ إلى بعض المفاجآت، مثلا الانسحاب المؤقت من هذه المدينة سعيا للتقليل من الخسائر البشرية فيما إذا حدثت أو وقعت معارك وقتال الشوارع، لأن هذا الأمر ينطوي على خطورة أن تؤدي هذه المعارك إلى وقوع مزيد من الضحايا في صفوف القوات المسلحة الروسية وطبعا الأوكرانية من جهة أخرى. وربما هذا الانسحاب المؤقت سوف يسمح لروسيا بحشد المزيد من القوات لشن هجوم مضاد، ولكن ليس الآن وإنما في وقت لاحق. طبعا القوات الأوكرانية الآن أيضا تترقب وربما لن تتخذ بعد قرارا بشأن الهجوم على هذه المدينة. لن تجبني على النقطة المتصلة باستخدام المدنيين الذين يعيشون يعني أيام مرعبة وقلق شديد من القصف الأوكراني الصاروخي العنيف الذي كان يوم أمس، والمعلومات الصحفية التي نقلتها صحف أوروبية بأنه قد يستمر حتى بدأ هذه المعركة.
نعم بالفعل أوضاع المدنيين المتبقين في هذه المنطقة أوضاع صعبة للغاية، ولكن يبدو أن روسيا اتخذت الإجراءات العديدة الكفيلة بحمايتها في وجه استهداف أوكراني محتمل. ولا شك أن هذا القصف طبعا سوف يشتد ويتزايد خلال الأيام القليلة القادمة لأسباب ذكرتها في بداية حديثنا، كما أن هناك ربما سبب آخر وهو يتعلق بحلول الشتاء قريبا، وهذا ما يمكن يدفع الطرفين إلى الإسراع في تحركاتها على الأرض، ولكن طبيعة هذه التحركات غير معروفة حتى الآن. كل هذه المفارقات تأتي على مقاربة وهي ضم مناطق الاستفتاء. الاستبسال الأوكراني في هذه المعركة قد يطيل أمد المواجهة في حال تحولت إلى حرب شوارع. هنالك بنية تحتية بالغة التعقيد في خيرسون، عندما يتم الحديث بأن هنالك أنفاق يعني كانت قد أنشئت بان الاتحاد السوفيتي. كيف يمكن أن تكون هذه المعركة، وما هي المعلومات بشأن الخرائط التي يتم نشرها عن تعقيدات البنية التحتية؟ طبعا هناك بعض المعلومات بتعجيز القوات الروسية لدفاعاتها وإقامة بعض الحواجز ربما الخرسانية وغيرها، وهذا من أول وهلة ربما دليل على أن القوات الروسية تستعد للدفاع ومن ثم للانسحاب ولكن بشكل مؤقت. مع ذلك أنا لا أستبعد هنا بعض المفاجآت التي يمكن أن تأتي نتيجة لحشد المزيد من القوات الروسية، ومنها بشكل خاص بعض القوات من النخب من وحدات النخب العسكرية التي ربما تم استخدامها إلى هذه المنطقة لمفاجأة الخصم الأوكراني بالنسبة لروسيا طبعا ببعض التحركات التي لم يتوقعها أحد. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والباحث السياسي يفغيني سيدروف، كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو.